معتز على فكرة احنا ممكن نتناقش في الموضوع ده. نتناقش في ايه؟ احنا مش هنتناقش في حاجة. انا قلت لا يعني لا فارس، لا يا جميلة. ايوة ليه عشان يعني انت ليه بتدخل اصلا علاقات في الشغل؟ لا يا شيخة، وانت لما طلبت مني ان الداليا ده كان ايه؟ ما كانش تدخلي علاقات في الشغل؟ لا ما كانش تدخلي علاقات في الشغل، عشان داليا معجبة بيك وعايزة تظبطك. طب دي وجهة نظرك، دي قناعتك. مش وجهة نظر. لا دي وجهة نظرك، انت مقتنعة ان البني ادمة دي معجبة بيا، ومع ذلك انا عملتلك اللي انت عايزاه. لكن ده كان بني ادم فيما بينك وبينه في يوم من الايام حاجة، فايه بقى ان شاء الله؟ فايه ايه؟ مش مفيش اصلا مقارنة. انت شغلك مع داليا مش فارق حاجة، انا شغلي مع فارس هتبقى فرصة كويسة. طيب لاخر مرة يا جميلة، فارس لا، انت لما طلبتي مني ان انقل داليا عملتلك كل اللي انت عايزاه. متهيالي ان ابسط حقوقي ان لما اقولك ما تشتغليش مع بني ادم كان في يوم من الايام بينك وبينه حاجه انك تعملي ده. ده غير ان هي المفروض تيجي منك انت اصلا مش من انا. يعني ايه المفروض انا اسيب المنظمه عشان ترتاح؟ يا ستي سيبي المنظمه بقى، تعملي اللي تعمليه، مشي شغلك بالطريقه اللي انت عايزاها، بس فارس لا. ده ايه ده؟ اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتشت، ما تخليش حاجة تفوتك.